مش عارفة والله يا بنات، الناس دول هيخلصوا امتى شغل؟ المنطقة كلها بقت منطقة عمل محظورة، مش عارفين ننزل ولا نخطي بره البيت. مش طريقة دي ابدا. دول مسليين قوي يا ماما، بيعملوا حاجات جميلة اول مرة اشوفها. ما هم بيعملوا حاجات جميلة وكل حاجة يا طماطم، بس الهوا بقى ملوث قوي وكله رملة. انا مبسوطة قوي يا توتة، اول مرة اشوف الحاجات دي. شوفي عمو اللي ماشي بالكوتش هناك ده شكله جميل قوي، والله نفسي انزل واساعد. الله، كل واحد عارف هو بيشتغل ايه. دي حاجه جميله قوي، عاملين زينا في الحضانه. يلا يا بنات علشان تدخلوا جوه، كفايه كده الهواء ملوث قوي هنا. عشان خاطر يا ماما هنتفرج شويه وبعدين ننزل. خلاص اتفرجوا شويه وحصلوني قوي. حاضر. الله، شوفي شوفي العربيه اللي جايه هناك دي يا توتة. حاسب يا علي، حازي حازي هنا، يلا عشان تصب هنا. يلا يا حمزه افتح العربيه. تعالي يا توتة اطلعي اطلعي، ده الرمل جميل قوي، شكله شبه الرمل السحري. تعالي خدي ايدي يا طمطومه، خدي ايدي. الله، ايه ده؟ ايه الحفره دي يا طماطم؟ هما هيردموها ولا ايه؟ مش عارفه يا توتة، بس دي جميله قوي ومليانه رمل. بصي انت يا بنت، انت بتعملوا ايه عندكم يا بنات؟ انزلوا انزلوا، يلا روحوا روحوا عند ماما. حاضر حاضر، يلا يا توتة يلا تعالي. الحقيني يا طماطم. مين اللي نزل البنت دي كده؟ انا لسه قايل لكم هنحاول نطلعك حالا. فين البلدوزر يا رجاله؟ يا محسن يا محسن، الحبال تعالى بسرعه، انده لرشدي يا ابني بسرعه بسرعه، خليه يجيب الحبل ويجي. حاضر حاضر يا رشدي رشدي. ايوه ايوه يا حبيبتي يا دوده. انا جيت اهو يا باشا. هتنزل يا رشدي وتربطها معاك وتطلعوا. حزمني يا معلم حزمني. يلا 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 من الشك. يلا يا رجاله قربوا هنا عشان نشد رشدي. شكرا يا عمو، انت اللي هتطلعني. ما تخافيش يا حبيبتي، تعال تعال لعمو حبيبتي تعال، هذا اللي بناخده من العيال الصغيرة. اسحب يا معلم اسحب. شد شد شد، يلا شد يا رجاله. يا اختك يا دودة. ايه يا عم، هتمدحنا ولا ايه؟ ما يلا يلا. ايه عملتها معاك تاني ولا ايه؟ العربيه علقت يا دي النيله، شكلنا كده هنتعلق في الهواء. يا بختك دي بتتمرجح. مبسوطه انت قوي يا حبيبتي مش كده؟ اظنك هتشرفينا في الحفره دي كل يوم بعد الموقف ده. ينفع كده يا حبيبتي؟ ايه اللي نازلكوا هنا بس؟ دي حفره عليكم عليكم. كنا بنلعب يا عم، اصل انتوا شكلكوا حلو قوي من فوق. تلعبوا ايه بس؟ دي منطقه عمل محظور، اي اطفال يعدوا هنا خالص ولا يمشوا هنا. روحوا العبوا بعيد يا حبيبتي. انت ماما فين؟ خلاص حرمنا يا عم، مش هنعمل كده تاني. والله يا عم انا حبيت الحفره دي قوي. يلا يلا يا توتة على البيت. يلا يلا يا بنات. ودي كانت حلقتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك يا اصحابي للفيديو، وكمان شير وسبسكرايب للقناه طبعا. وكل اللي لسه ما اشتركش في قناتنا يشترك على طول، ويضغط على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان يوريه كل اصحابه. نشوفكم مع حلقه جديده. باي باي, باي, باي.